السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، نكمل إن شاء الله مع بعض مقرر العلوم. كنا بنتكلم في الوحدة الأولى، تمام، اللي هي اسمها المادة وتركيبها. وصلنا للدرس الثاني اللي هو تركيب المادة، أخدنا جزء منه الحصة اللي فاتت، وهنكمل إن شاء الله باقي الدرس النهاردة. هنتعرف على مفهوم من العنصر والمركب، هنعرف مفهوم العنصر والمركب، تمام، ونعرف ازاي نفرق بين اذا كان ده عنصر ولا مركب، وهنذكر امثله لبعض العناصر وامثله اخرى لبعض المركبات عشان نعرف نميز بينهم، وهنقوم بتصميم نماذج لجزيئات بعض العناصر المركبات، تمام، ازاي تعرف تصمم نموذج للعنصر المركب، ونعرف الاهميه الاقتصاديه لبعض المواد، تمام. تعالوا نبتدي مع بعض، يلا نركز. هنتكلم الاول عن الماده والجزيئات. ماده او اي ماده هي سنه اولى بتتكون من جزيئات متناهية الصغر أو وحدات صغيرة جدا تسمى جزيئات، يبقى كل مادة تتكون من إيه؟ جزيئات. طيب الجزيئات بتتكون من وحدات بنائية صغيرة جدا تسمى ذرات، يبقى المادة أي مادة تتكون من وحدات اسمها جزيئات. الوحدات دي صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، يعني أنا ما ينفعش أشوف الجزيء بتاع المادة بعيني المجردة، تمام. الجزيئات دي بتتكون من وحدات بنائية صغيرة جدا جدا تسمى الذرات، تمام. يبقى المادة في أساسها عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذرات. طيب، ويبقى الجزيء ده متناهي الصغر، الجزيء ده شيء صغير جدا والذرة أصغر من الجزيء بكثير، تمام. طيب، جزيئات المادة الواحدة يا سنة أولى بتكون متشابهة، جزيئات المادة الواحدة بتكون متشابهة، ولكنها تختلف عن جزيئات أي مادة أخرى. يبقى الجزيئات بتاعة المادة الواحدة بتكون متشابهة، تمام، ولكنها تختلف عن جزيئات أي مادة أخرى في الخواص. ده السبب لاختلاف خواص المواد عن بعضها. يعني ليه مثلا الحديد بيختلف عن الألومنيوم، بيختلف عن الذهب، بيختلف عن البلاستيك؟ ليه المواد دي كلها بتختلف عن بعضها في الخواص؟ تمام، لاختلاف جزيئات المكونة لهذه المواد، لاختلاف الجزيئات المكونة لهذه المواد، أو لاختلاف تركيب جزيء كل مادة عن تركيب جزيئات المواد الأخرى، تمام. يبقى الجزيئات مختلفة، الجزيئات دي هي اللي بتدي الخواص للمادة، الجزيئات بتختلف، فبالتالي المواد بتختلف وخصائصها برضو بتختلف. يبقى اختلاف خواص جزيئات المواد عن بعضها ده بيرجع لاختلاف تركيب جزيء كل مادة عن تركيب جزيئات المواد الأخرى. بتختلف في ايه؟ بتختلف في نوع وعدد الذرات وطريقة ارتباطها معا. هنفهم مع بعض في باقي الدرس يعني ايه المواد بتختلف في نوع وعدد الذرات، تمام. يبقى تانية سنة أولى عندي أي مادة بتتكون من إيه؟ أي مادة بتتكون من جزيئات، أجزاء أصغر منها أو صغيرة جدا من المادة دي اللي هي تسمى جزيئات. الجزيئات دي بتتكون من وحدات صغيرة جدا جدا تسمى الذرات، تسمى الذرات، تمام. يبقى أي مادة في الآخر بتتكون من إيه؟ من مجموعة من الذرات بتكون عددها كبير جدا. يعني المادة اللي أنا بشوفها صغيرة دي بتحتوي على ملايين من الجزيئات. يعني مثلا يا سنة أولى قطرة الماء، قطرة الماء إحنا شايفينها صغيرة إزاي، تمام. قطرة الماء دي تحتوي على ملايين من جزيئات الماء، تحتوي على الملايين من الجزيئات، تمام. والجزيئات دي بتتكون من ذرات، تمام. ذرات المادة الواحدة دي قد تكون إيه؟ الذرات دي ليها حالتين، يا إما تكون ذرات متماثلة، متماثلة يعني زي بعض بالظبط، نفس النوع من الذرات، تمام، أو ذرات مختلفة يعني أكثر من نوع من الذرات. يبقى ذرات المادة دي يا إما تكون ذرات متماثلة، وهنعرف إيه المادة اللي ذرتها متماثلة دي، أو بتكون ذرات مختلفة، وهنعرف برضو إيه هي المادة اللي ذرتها مختلفة، تمام. الجزء ده يبقى ذرات المادة ليها حالتين، مش كل المواد ليها نفس النوع من الذرات، لا، في عندي مواد ذرتها متماثلة، يبقى يعني المادة تتكون من نوع واحد فقط من الذرات، وعندي نوع تاني من المواد
المادة دي بتتكون من مجموعة ذرات مختلفة أيا كان عدد الذرات دي، المهم إن هي بتكون أكتر من نوع، مش نوع واحد فقط. تمام، ذرات المادة الواحدة اللي هي بتكون ذرات متماثلة يسمى العنصر. يبقى احنا قلنا في الجزء اللي فات إن ذرات المادة دي قد تكون متماثلة يعني نفس النوع من الذرات، وقد تكون مختلفة. تمام، إذا كانت الذرات متماثلة احنا قلنا برضو ان مجموعة الذرات بتديني حاجة اسمها ايه؟ مجموعة الذرات لما تتحد مع بعض بينتج عنها الجزيء. تمام، يبقى اذا كانت الذرات متماثلة نفس النوع من الذرات فالجزيء الناتج في هذه الحالة يسمى جزيء العنصر. يبقى جزيء العنصر ده ينتج من اتحاد او ينتج من نوع واحد فقط من الذرات، بتكون ذراته متماثلة نفس النوع، تسمى جزيء العنصر. ايه هو العنصر ده؟ العنصر هو ابسط صورة نقية للمادة، ابسط صورة نقية للمادة، ما ينفعش ابسط العنصر لحاجة اقل منه. تمام، لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. يبقى العنصر ده، تمام، او جزيء العنصر ده بينتج من اتحاد ذرات متماثلة، ينتج من اتحاد ذرات متماثلة. ايه تعريفه؟ عشان لو جالي سؤال طلب تعريف او جالي مصطلح علمي، ان العنصر هو ابسط صورة نقية للمادة، لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة. يبقى ابسط صورة للمادة ايه يا سنة اولى؟ ابسط صورة نقية للمادة هي العنصر، ما ينفعش احلل العنصر لحاجة ابسط منه. تمام، زي ايه امثلة لبعض العناصر؟ عندي جزيء الحديد، الحديد ده بيتكون من عنصر واحد فقط اللي هو الحديد. تمام، مفيش بتكون ذرات مختلفة، هو ذرات عنصر واحد اللي هو ذرات الحديد بتتحد مع بعض بتكون لي جزيء الحديد. وجزيء الألومنيوم، جزيء الزئبق، جزيء الأكسجين، وجزيء الهيليوم. يبقى أنا عندي العنصر اللي هو بينتج من اتحاد ذرات متماثلة، تمام، اللي هو أبسط صورة نقية للمادة، زي إيه؟ زي الحديد، الألومنيوم، الزئبق، الأكسجين، والهيليوم. تمام، يبقى تاني مع بعض يا سنة أولى، تعريف العنصر، العنصر هو أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة، ما بيتحللش، ما يتفككش الحاجة أبسط منه، العنصر هو أبسط صورة للمادة. تمام، وعرفنا أمثلته زي إيه. إحنا قلنا في أول الحصة إن الذرات دي ممكن تكون متماثلة بتديني العنصر، وقلنا برضو إن الذرات بتاعت المادة دي قد تكون ذرات مختلفة، قد تكون ذرات مختلفة. يبقى المادة نتجت من اتحاد ذرات لعناصر مختلفة، والجزيء اللي بينتج في هذه الحالة يسمى جزيء المركب. ايه هو المركب؟ يلا مع بعض التعريف يا سنة اولى. المركب ده مادة تنتج من اتحاد ذرتين او اكثر، ذرتين او ايه او اكثر. ليه يا سنة اولى؟ لعناصر مختلفة. يبقى عشان يكون مركب لازم العناصر بتاعته تكون مختلفة، ما تكونش عناصر متماثلة، ما تكونش نفس النوع من الذرات ونفس العنصر يتحدوا مع بعض أقول ده مركب، لا، المركب ده لازم يكون لعناصر مختلفة. وبتتحد العناصر المختلفة دي أو الذرات العناصر المختلفة بنسب وزنية ثابتة. يبقى المركب تاني يا سنة أولى مع بعض يلا، هو مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر، مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة. خلاص فهمنا يعني إيه عناصر مختلفة، وهنشوف مع بعض في الأمثلة على تركيب المركبات يعني إيه عناصر مختلفة، والعناصر المختلفة دي بتتحد مع بعضيها بنسب وزنية ثابتة. يعني مثلا المركب ألف ما ينفعش أقول النهاردة هعمله بنسب معينة بكرة أكون نفس المركب بنسب أخرى، لا، النسب الوزنية اللي هي الكميات اللي بتتحد بتاعة الذرات مع بعض بتكون ثابتة في كل مرة بكون المركب ده. خلاص،
يبقى تاني مع بعض، المركب، المركب هو مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر، تمام، لعناصر إيه؟ لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة. ناخد بالنا ممكن يغير بعض الكلمات في أسئلة صح وخطأ مثلا، تمام، بدل عناصر مختلفة يقول لي عناصر متماثلة، يبقى أخد بالي أقرأ السؤال كويس. يبقى ممكن يقول لي مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر متماثلة بنسب وزنية ثابتة، ويقول لي ده المركب. يبقى الإجابة صح ولا غلط يا سنة أولى؟ قال لي عناصر متماثلة، يبقى طبعا الإجابة خطأ، خلاص، عشان هي لازم تكون عناصر مختلفة. ممكن يغير في إيه تاني؟ ممكن يقول لي يسيب مختلفة زي ما هي، يقول لي مادة، يقول لي المركب هو مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية نسب وزنية متغيرة، ما قاليش ثابتة. يعني ايه متغيرة؟ يعني كل مرة بأوزان أو بنسب مختلفة أو بنسب وزنية مختلفة. يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة خطأ، لازم النسب الوزنية اللي بكون بيها المركب، يعني نسبة مشاركة كل عنصر في المركب ده، العنصر ده هيشارك بكام ذرة، لازم تكون ثابتة في كل مرة بكون فيها المركب بتاعي. يبقى أخد بالي كويس لأن العناصر بتكون مختلفة، وإن النسب الوزنية بتكون مالها؟ بتكون ثابتة يا سنة أولى، تمام؟ أمثلة عندي للمركبات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله مع بعض النهاردة. عندي جزيء النشادر، النشادر ده مثال لمركب، زي ما هنشوف مع بعض، النشادر ينتج من اتحاد النيتروجين مع الهيدروجين. قلت نيتروجين أدي عنصر، وهيدروجين أدي عنصر تاني، يبقى نتج من اتحاد عناصر إيه؟ عناصر مختلفة. يبقى نشادر رمزه الكيميائي NH3، N نيتروجين، H إيه؟ هيدروجين. يبقى هنا النشادر ده نتج من اتحاد عناصر مختلفة، يبقى مركب، تمام؟ طيب NH3 معناها ذرة نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين، يبقى هنا النسبة ثابتة، بتشارك واحدة نيتروجين مع ثلاثة هيدروجين بيتحدوا مع بعض عشان يديني النشادر. ما ينفعش أقول أنا هشارك ذرتين نيتروجين أو هعمل اتحاد لذرتين نيتروجين مع ذرتين هيدروجين، طبعا الإجابة غلط، عشان إحنا قلنا إيه؟ النسب لازم تكون ثابتة، يبقى هي ذرة نيتروجين مع ثلاث ذرات هيدروجين. طيب بالنسبة لجزيء الماء، ده برضو مثال عندي للمركب، جزيء الماء رمزه ايه؟ H2O، يبقى بينتج من اتحاد ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسجين، ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسجين، تمام؟ ادي الماء اهو رمزه الكيميائي، الرموز دي هي اللي بتبين لي نوع وعدد الذرات H2O. H2O يعني زي ما احنا واخدين بالنا، ال H دخل منها كام؟ دخلت باتنين اهو، ال H دخلت بذرتين هيدروجين، والاكسجين دخل بذرة واحدة فقط. يبقى اخدت بالي ان انا عندي H هيدروجين و O اكسجين، تبقى دي عناصر ايه؟ عناصر مختلفة، يبقى ده مركب. طيب اخدت بالي ان انا عشان اكون جزيء الماء لازم يحصل اتحاد بين ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، يبقى النسب هنا مالها؟ ثابتة، ما ينفعش مرة اقول انا هعمل جزيء المية باتحاد ذرة هيدروجين واحدة مع ذرة اكسجين او مع ذرتين اكسجين مثلا، لا، كده مش هيديني جزيء الماء، كده هينتج مركب تاني، تمام؟ يبقى هنا العناصر لازم تكون مختلفة والنسب لازم تكون ثابتة، زي مثلا المركب اللي بعده اللي هو جزيء كلوريد الهيدروجين اللي هو HCl. HCl ده كلوريد الهيدروجين، من اسمه كلوريد هيدروجين، يبقى نتج من اتحاد ايه مع ايه؟ كلور اللي هو Cl مع الهيدروجين اللي هو ايه؟ H. هنا سنة أولى العناصر مختلفة والعناصر متماثلة،
HCl عناصر مختلفة ولا عناصر متماثلة؟ طبعا عناصر مختلفة. ادي الهيدروجين وادي الكلور، يبقى اول شرط بتاعي العناصر المختلفة تحقق معايا. طيب هنا عشان يتكون معايا جزيء واحد من كلوريد الهيدروجين مطلوب مني اتحاد ذرة هيدروجين واحدة مع ذرة كلور واحدة، واحدة هيدروجين مع واحدة كلور، زودت واحدة منهم مش هتديك كلوريد الهيدروجين، يبقى هنا النسب بتاعتك لازم تكون نسب ثابتة. يعني ايه نسب ثابتة؟ يعني اشوف كل ذرة او كل نوع من الذرات او العناصر هيشارك بكام عشان يتكون عندي الجزيء بتاعي. خلاص، يبقى تاني المركب هو مادة تنتج من اتحاد ذرتين او اكثر لعناصر مختلفة، لعناصر مختلفة بنسب وزنية ايه؟ ثابتة. تمام، اخدنا امثلة النشادر والماء وكلوريد الهيدروجين. هنتكلم عن تركيب جزيئات العناصر والمركبات. هنتكلم الأول عن تركيب جزيئات العناصر. تركيب جزيئات العناصر، احنا قلنا مع بعض يا سنة أولى إن العناصر دي تتكون من نوع واحد فقط من الذرات المتماثلة. مش مهم، أنا مش بتكلم في العدد، أنا بتكلم في النوع. يعني إيه يمس؟ مش بتكلم في العدد، يعني ممكن العنصر ده يتكون من اتحاد، يتكون من ذرة واحدة أو أكتر، اتحاد ذرتين. تمام؟ لكن بيكون نوع واحد فقط، زي ما احنا شفنا في المركبات. تمام؟ ما يتحدش نوعين مختلفين وأقول ده عنصر، لأ، العنصر يتكون من نوع واحد فقط من الذرات المتماثلة، تمام؟ ممكن ذرة واحدة أو أكثر، وتصنف جزيئات العناصر تبعًا لحالتها الفيزيائية وعدد ذراته زي ما هنشوف في المخطط اللي قدامنا دلوقتي. يعني ايه تصنف تبعا للحالة الفيزيائية؟ احنا عارفين ان الحالة الفيزيائية للمادة ثلاث حالات زي ما اتكلمنا مع بعض في اول درس، عندي حالة صلبة، عندي حالة سائلة، عندي حالة غازية. تعالوا نشوف اختلاف نوع او نوع المادة او الحالة الفيزيائية ليها مع عدد الذرات المكونة لها. هنتكلم الاول عن المادة الصلبة. المادة الصلبة، تمام، معظم عناصرها بيتكون من ذرة واحدة فقط. يبقى معظم العناصر الصلبة بيتكون من ذرة واحدة بس، زي الحديد، الألومنيوم، والكبريت، الكربون، المغنيسيوم. تمام، كل دي عناصر صلبة تتكون ذرتها من سوري تكون العنصر بتاعها من ذرة واحدة فقط، يتكون من ذرة واحدة فقط. تمام، يبقى مش بتتحد ذرتين مع بعض، لا، هي ذرة واحدة بس بتديني الجزيء بتاع العنصر. يعني جزيء الحديد بيتكون من ذرة حديد واحدة بس، جزيء الألومنيوم بيتكون من ذرة ألومنيوم واحدة، وهكذا جزيء الكبريت بيتكون من ذرة كبريت واحدة فقط. يعني الرمز الكيميائي زي ما هنشوف بعد كده في الدروس اللي بعد كده، الرمز الكيميائي للألومنيوم مثلا AL، ده بتاع العنصر، هو نفسه بتاع الجزيء. يعني اقول جزيء الألومنيوم برضو AL، ليه AL بس ما حطيتش 2 او 3؟ ليه ما حطيتش اكتر من ذرة؟ عشان الألومنيوم ده صلب، ومعظم ذرات او معظم عناصر الصلبة تكون جزيئاتها من ذرة واحدة فقط. هنتكلم عن جزيئات العناصر السائلة. أنا ما عنديش غير عنصرين فقط سائلين، عنصرين سائلين. مين هما العنصرين السائلين اللي عندي؟ عندي عنصر يتكون جزيئه من ذرة واحدة، ذرة واحدة فقط، اللي هو الزئبق. عنصر يتكون من ذرة واحدة اللي هو الزئبق، الزئبق ده رمزه HG، فبقول إن الجزيء بتاع الزئبق HG. تمام؟ والعنصر الثاني بيتكون من ذرتين اللي هو البروم. يعني ايه بيتكون من ذرتين؟ يعني انا لما بقول جزيء البروم، مش البروم رمزه بي ار، مش بقول ان جزيء البروم رمزه بي ار، لا، بقول بي ار 2، بي ار 2. ليه بي ار 2؟ عشان جزيء البروم بيتكون من
ذرتين. يعني مع بعض نبص كده، ادي اهو ال اتش جي ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الزئبق. احنا قلنا الزئبق بيتكون من كام ذره؟ من ذره واحده فقط. يبقى السائل اللي بيتكون جزيئه من ذره واحده فقط هو الزئبق. طيب البروم، البروم رمزه بي ار. هناخد الرموز دي مع بعض الدروس اللي بعد كده اهو. طيب ده دي البي ار، دي ذره. احنا عارفين هنا ان عنصر البروم بيتكون من كام ذره، او الجزيء بتاعه بيتكون من ذرتين. اروح اقول ان جزيء البروم رمزه بي ار 2. اخدين بالنا من الفرق؟ ده اللي هو الزئبق الجزيء بتاعه بيتكون من ذره واحده فقط، قلت اتش جي بس. لكن البروم اللي هو رمزه بي ار جزيء بيتكون من كام ذره؟ من ذرتين اللي هم بي ار 2. 2 دي معناه ان الجزيء بيتكون من ذرتين. طيب النوع الثالث من العناصر اللي هو الحاله الغازيه، تمام؟ عندي الغازات، انا عندي 11 عنصر في الغازات او 11 غاز، تمام؟ في منهم 6 عناصر بيتكونوا من ذره واحده، 6 عناصر بتتكون جزيئاتها من ذره واحده، ذره واحده يعني العنصر عباره عن نفس الذره، مش بحط جنبه 2. ودي لو بيتكون من ذرتين زي ما شفنا في البروم، تمام؟ يبقى انا عندي 6 غازات بتتكون من ذره واحده فقط، اللي هي ايه؟ اللي هي الغازات الخامله. الغازات الخامله دي نوع من الغازات بنسميه خامله، يعني لا تدخل في تفاعلات كيميائيه، بتتكون من ذره واحده فقط. بتتكون من ذره واحده فقط. ايه هي الغازات الخامله؟ الغازات الخامله دي عندي عددها 6 غازات، اللي هم ايه؟ اللي هم الهيليوم، النيون، الارجون، الكريبتون، الزينون، والرادون. يبقى انا عندي الغازات عباره عن 11 عنصر غازي او 11 غاز، منهم 6 غازات بيتكونوا من ذره واحده فقط، تسمى الغازات الخامله. خامله يعني كسوله. يعني ايه كسوله؟ يعني لا تدخل في تفاعلات كيميائيه، بتكون مستقرة فمش محتاجة تدخل في تفاعلات كيميائية. هما ايه الست غازات دول؟ اللي هما الغازات الخاملة اللي جزيئاتها تتكون من ذرة واحدة. عندي الهيليوم، النيون، الأرجون، إبتون، والزينون، والرادون، تمام؟ طيب 5 غازات التانيين، الخمس غازات التانيين أو الخمس عناصر الغازية تتكون جزيئاتها من ايه؟ من ذرتين. تتكون جزيئاتها من ذرتين. زي ايه؟ بنسميها الغازات النشطة. الغازات النشطة يعني هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلور، كلور. يبقى انا عندي 6 منهم بيتكونوا من ذرة واحدة، زي الهيليوم مثلا. الهيليوم ده اتش ايه؟ يبقى عندي الجزيء بتاع الهيليوم اتش ايه فقط، مش بكتب ارقام. ليه بقى؟ عشان هو الجزيء بتاعه بيتكون من ذرة واحدة فقط. طيب عندي الغازات النشطة دي بتتكون من كام ذرة؟ تتكون من ذرتين، زي مثلا الاكسجين. الاكسجين رمزه ايه؟ رمزه او. طب انا كتبت او كده وسكت، يمس دي ذره ولا جزيء؟ الاكسجين ده من الغازات النشطه، غازات نشطه يعني بيتكون من ذرتين، ذرتين. يبقى اكتب ايه؟ او 2. او 2. وصلت؟ فهمنا يعني ايه ذرة وذرتين؟ ذرة يعني الجزيء بيتكون من ذرة واحدة بس، ذرتين يعني الجزيء بتاعه بيتكون من اتحاد ذرتين، O زائد O. زي الأكسجين مثلا، بدل ما أقول O بس، لا بقول O زائد O، بيديني مين؟ زي ما احنا لسه كاتبين O اللي هو ده جزيء الأكسجين. يبقى تاني جزيئات العناصر مش كلها زي بعض. يعني ايه مش كلها زي بعض؟ مش كلها تتكون من عدد واحد من عدد ثابت من الذرات. زي مثلا عندي جزيئات المواد الصلبة، تمام؟ دي معظمها بيتكون من ذرة واحدة فقط، زي الحديد، الألومنيوم، والمغنيسيوم، والكبريت، تمام؟ ومعظم العناصر الصلبة. عندي العناصر السائلة هما عنصرين بس اللي عندي،
زئبق وبروم. لازم نحفظ كل واحد منهم واعرف كل واحد منهم بيتكون من كام ذره. الزئبق عندي بيتكون من ذره واحده بس تمام، لكن البروم ده بيتكون من ذرتين زي ما قلنا اهو، الزئبق اتش جي، البروم بي ار 2 تمام. طيب نيجي للعناصر الغازيه او الغازات. العناصر الغازيه دول عندي 11 عنصر، ال 11 عنصر دول بينقسموا لمجموعتين، ست عناصر. الست غازات دول بيتكونوا من ذره واحده فقط، كانت بيتكونوا من ذره واحده، يعني الجزيء بتاعها بيتكون من ذره واحده بس، وبنسميها الغازات الخامله لانها لا تدخل في تفاعلات كيميائيه، وهي الهيليوم والنيون الارجون الكريبتون الزينون الرادون، دول الست غازات الخامله. عندي خمس غازات جزيئاتها تتكون من ذرتين، من اتحاد ذرتين من نفس العنصر. احنا بنتكلم في العناصر يبقى من نفس النوع او من نفس العنصر، ودي بنسميها الغازات النشطه، وعددها خمس غازات عندي اللي هم الهيدروجين والنيتروجين والاكسجين والفلور والكلور تمام. ده بالنسبة لجزيئات العناصر. ممكن يسألني يقول لي علل جزيء النيتروجين مثلا أو جزيء الهيدروجين جزيء عنصر، هقول له أنه يتكون من ذرتين متماثلتين اللي هما نوع واحد من الذرات، ذرتين متماثلتين يعني نوع واحد من الذرات. يبقى لو سألني أي سؤال جزيء كذا جزيء عنصر او يعتبر جزيء عنصر، اقول له انه يتكون من نوع واحد من الذرات، نوع واحد اقول او لانه يتكون من ذرات متماثله تمام. يا سنه اولى يبقى عرفنا جزيئات العناصر بتتركب من نوع واحد فقط من الذرات ايا كان عددها، سواء ذره في عناصر عندي جزيئها بيتكون من ذره واحده وعناصر ثانيه جزيئها بيتكون من ذرتين. هنتكلم دلوقتي عن تركيب جزيئات المركبات، نربط بين الاثنين. جزيئات العناصر دي قلنا بتتكون من نوع واحد فقط من الذرات. هنا جزيئات المركبات تتكون من اتحاد ذرات مختلفة. ذرات مختلفة يعني عناصر مختلفة، يعني نوع مختلف من الذرات، بيكونوا ذرتين أو أكثر، ذرتين أو أكثر، مش أقل من اثنين طبعاً. تمام. وجزيء كل عنصر زي ما قلنا بيتكون من عدد ثابت من الذرات المختلفة، يعني الذرات الغير متماثلة. لو تفتكروا قلنا في تعريف المركب ان هو يتكون بنسب وزنية ثابتة، يبقى عدد الجزيئات او عدد الذرات اللي بتكون جزيء المركب بتكون عدد ثابت في كل مرة بكون فيها المركب ده، مش بتختلف تمام. والذرات بتاعته بتكون ذرات مختلفة زي ايه؟ تعالوا نشوف الجدول ده مع بعض. هنا عندي بنتكلم عن جزيء المركب هنا تمام، عدد عناصر الجزيء، عدد عناصر يعني العناصر المختلفة اللي دخلت فيه، عدد ذرات الجزيء بشوف كل جزيء دخل بكام ذرة، وبالتالي بعرف عدد الذرات المكونة في الجزيء ده. وهنشوف الشكل التوضيحي بتاع المركب اللي عندي. احنا قلنا هنتكلم عن ثلاث مركبات اللي هم كلوريد الهيدروجين والماء والنشادر. تعالوا يلا مع بعض نتكلم عن اول مركب عندي اللي هو جزيء كلوريد الهيدروجين اللي هو رمزه H، اهو هكتبه لكم تحته. احنا ان شاء الله بعد كده هناخد الرموز HCl، HCl. طيب عدد العناصر زي ما احنا شايفين عندي H اهو و CL، HCl. يبقى عندي عنصرين بس، هيدروجين وكلور. محدش يقول لي يا ميسي C والL، لا. لما ناخد الرموز ان شاء الله يا سنة اولى في الدرس اللي بعده، في الدرس اللي جاي، هنعرف ان انا عندي CL ده الحرفين مع بعض دول بيرمزوا للكلور. خلاص يبقى عندي H للهيدروجين، CL للكلور، يبقى أنا عندي عنصرين، يبقى عدد العناصر اللي دخلت اتنين، هيدروجين وكلور. طيب قلنا الهيدروجين ده بيدخل بكام؟ كام ذرة؟ ذرة واحدة، والكلور برضو ذرة واحدة، يبقى أنا عندي ذرة هيدروجين وذرة كلور.
طيب مختلفين ولا متماثلين؟ الهيدروجين والكلور من اسمهم اهو، ده هيدروجين وده كلور، يبقى دي ذرات غير متماثله. يبقى انا عندي عدد ذرات اللي بتكون جزيء كلوريد الهيدروجين بيكونوا ذرتان غير متماثلتان، ذرتان غير متماثلتان، ذره كلور وذره هيدروجين. تاني، يبقى كلوريد الهيدروجين ده مركب، عدد العناصر المكونه ليه، لما يسالني عن عدد العناصر بشوف ايه العناصر المختلفه اللي دخلت في المركب ده، مش مهم عدد الذرات، انا بتكلم عن عدد العناصر. عندي عنصر اسمه هيدروجين وعنصر اسمه كلور، يبقى انا دخل عندي كام عنصر؟ دخل عندي عنصرين. خلاص، لما يسالني عن عدد الذرات اللي كونت الجزيء ده اشوف كل عنصر دخل بكام ذره. هنا الكلور بذره والهيدروجين ذره، يبقى انا عندي ذرتان غير متماثلتان. ده الشكل التوضيحي بتاع جزيء كلوريد الهيدروجين. هنا عندي ذره هيدروجين اهي، ذره واحده تتحد مع ذره كلور اهي، هيتكون لي جزيء كلوريد الهيدروجين زي ما احنا شايفين اهو. ادي الهيدروجين ده صغير اهو، اتحد مع الكلور ده كون لي جزيء كلوريد الهيدروجين. تمام، تعالوا نتكلم عن الجزيء اللي بعده اللي هو جزيء الماء. مين فاكر قلنا رمزه ايه جزيء الماء في اول الحصه؟ يلا مين هيقول؟ جزيء الماء رمزه H2O، H2O. طيب عايز بيسألني عن عدد العناصر. احنا قلنا عدد العناصر، يبقى انا ماليش دعوة بالارقام، انا بشوف العناصر. عندي عنصر اسمه هيدروجين وعنصر اسمه ايه؟ اكسجين. يبقى انا عندي عدد العناصر عنصرين، هيدروجين واكسجين. تمام، طيب بيسألني هنا من فوق ايه؟ عن عدد ذرات الجزيء. يبقى اشوف الجزيء ده اتكون من كام ذرة. يبقى هنا بعد، الهيدروجين دخل بكام واحدة؟ كام ذرة؟ ذرتين. والاكسجين اهو مفيش ارقام جنبه، يبقى ذرة واحدة. يبقى انا عندي ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، اتنين واحد، يبقى انا عندي ثلاث ذرات غير متماثلة هي اللي بتكون لي جزيء الماء، هي اللي بتكون لي جزيء الماء. تعالوا نشوف الشكل بتاع اتحاد الهيدروجين والاكسجين علشان يكون لي جزيء الماء. ادي هنا ذرتين هيدروجين، تمام، ادي ذرة وادي التانية، ذرتين هيدروجين اتحدوا مع ذرة اكسجين اهي، خلاص نتج لي جزيء ماء. ادي ذرة اكسجين اهي الكبيرة دي، وادي ذرتين الهيدروجين بيتحدوا معاها، خلاص ده تكوين جزيء الماء. تعالوا نشوف النشادر. اتكلمنا برضو في اول الحصة عن النشادر، قلنا ان النشادر رمزه ان اتش، ان اتش ايه قلنا؟ ان اتش بس؟ لا، ان اتش 3، ان اتش 3 ده رمز مركب النشادر، خلاص الجزيء بتاع مركب النشادر. عدد العناصر كام؟ اشوف ايه العناصر اللي دخلت، لقيت عندي عنصر اسمه نيتروجين ماشي وعنصر اسمه هيدروجين، يبقى عندي عنصرين هما اللي اتحدوا عشان يتكون جزيء النشادر ده، يبقى عدد العناصر كام؟ عنصرين. طيب عدد الذرات، عدد الذرات اللي اتحدت مع بعض علشان تكون لي الجزيء ده، تعالوا نشوفهم مع بعض، اشوف كل واحد دخل بكام ذرة. النيتروجين هنا دخل بكام؟ في جنبه أرقام؟ لا يا مس، يبقى دخل بذرة واحدة، يبقى أنا عندي واحدة نيتروجين. الهيدروجين دخل بكام؟ أعرف يعني إيه دخل بكام؟ أشوف جنبه كام أو تحته من هنا كام الرقم اللي مكتوب. هنا الهيدروجين مكتوب جنبه تلاتة، يبقى دخل بتلات ذرات هيدروجين، يبقى أنا عندي واحدة نيتروجين وتلاتة هيدروجين، يبقوا كام؟ تلاتة هيدروجين أهو، واحدة نيتروجين، تلاتة واحد، يبقى أنا عندي النشادر ده بيتكون من أربع ذرات غير متماثلة، أربع ذرات غير متماثلة هما اللي اتحدوا كونوا لي النشادر. فين الكلام ده يا مس؟ آدي تلات ذرات الهيدروجين أهو، آدي تلات ذرات هيدروجين أهو،
ذرة، التانية، التالتة. تمام، التلات ذرات دول اتحدوا مع مين؟ مع ذرة النيتروجين دي، كونوا لي ايه؟ جزيء النشادر او اللي احنا بنسميه الامونيا اللي هو NH3، ادي ذرة نيتروجين الكبيرة اهي اللي في النص، ومرتبط بيها تلات ذرات ايه؟ هيدروجين. دول كونوا لي المركب بتاع النشادر او الامونيا. يبقى انا المركب هيسألني عن عدد العناصر، اشوف العناصر اللي دخلت مع بعض، العناصر المختلفة اللي اتحدوا مع بعض ويكونوا لي المركب ده. خلاص ماليش دعوة بعددها، هو بيتكلم عن العناصر، او ممكن يسألني نوع العناصر هقول له عنصر كذا وكذا. بيسألني عن عدد الذرات، اروح اشوف كل عنصر دخل او شارك بكام ذرة عشان يكون لي المركب ده واجمعهم مع بعض. يبقى عرفنا ازاي الجزيئات بتاعة المركبات بتتكون من اتحاد ذرات مختلفة بنسب ثابتة. وفهمنا يعني ايه نسب ثابتة؟ يعني مثلا في كلوريد الهيدروجين ما ينفعش اقول H2Cl او HCl2، لا، HCl، واحدة H وواحدة Cl. في الماء مثلا، الماء عارفين ان رمزه H2O، معناها اتنين هيدروجين وواحدة اكسجين، ما ينفعش اقول HO2 او H2O2 او HO، لا، رغم يمس ان هو HO برضو. بس احنا قلنا المركب لازم نسبه تكون ثابته، وعدد الذرات المختلفه اللي بتتحد مع بعض لازم برضو تكون ثابته في كل مره. كده الدرس بتاعنا خلص يا سنه اولى. تعالوا نشوف الملخص بتاعه. عندي تعريفات هنتعرف عليها مع بعض او هنفتكرها مع بعض. الجزيء، اتكلمنا في الجزيء وقلنا ان الجزيء هو اصغر جزء من الماده يمكن ان يوجد على حاله انفراد وتتضح في خواص الماده. طيب العنصر، ايه تعريف العنصر؟ العنصر هو ابسط صوره نقيه للماده، لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الكيميائيه البسيطه. تمام، ده العنصر. ايه المركب؟ المركب ده هو ناتج اتحاد ذرتين او اكثر، ناتج اتحاد ذرتين او اكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ايه؟ نسب وزنية ثابتة. نسب وزنية لازم تكون. تعالوا نحل التدريب ده مع بعض عن الجزء اللي احنا او عن الدرس التاني كله اللي هو تركيب المادة. كله يركز يلا ونحاول نحل. أسئلة واضحة، يلا مع بعض يا سنة أولى. السؤال الأول بيقول لي إيه؟ الأسئلة عبارة عن اختار الإجابة الصحيحة وإيه صح وخطأ. جزيئات نقط تكون متباعدة جدا عن بعضها في درجات الحرارة العادية. متباعدة دي اللي هي المسافات البينية. المسافات البينية، وقلنا متباعدة جدا يعني المسافات البينية إيه؟ كبيرة ولا صغيرة؟ طالما الحاجة متباعدة يعني مسافتها البينية كبيرة. طيب مين في دول، في التلاتة دول بتكون مسافاته البينية كبيرة؟ هل في الماء اللي هو سائل، ولا بخار الماء اللي هو غاز، ولا الثلج اللي هو صلب؟ أنا جايب لكم حالات الماء أهو عشان ما انتهش. الماء اللي هو سائل، ولا بخار الماء، ولا التلج اللي بتكون جزيئاته متباعدة. متباعدة يعني مسافاته كبيرة. تمام، بخار الماء اللي هو حالة ايه؟ غازية. طيب السؤال اللي بعده، عند تسخين مادة صلبة، تسخين مادة صلبة نقط بين جزيئاتها، ايه اللي بيحصل بين جزيئاتها؟ هل تقل المسافة البينية؟ المسافة البينية بتقل، ولا المسافة البينية بتزداد، ولا تزداد قوة التماسك؟ سؤال سهل عايزين نفكر فيه. لما بسخن المادة الصلبة، تمام، المادة الصلبة لما تسخن يا سنة أولى اللي هي بيحصل لها عملية انصهار، بتتحول لحالة ايه او لمادة ايه؟ مادة سائلة. طيب لما المادة الصلبة تتحول لمادة سائلة،
المسافات البينية هتزيد ولا هتقل؟ يلا نشوف المسافات البينية في الصلبة والمسافات البينية فين؟ في السائلة، مين فيهم أكبر؟ طبعاً المسافات البينية في السائلة بتكون أكبر، يبقى لما المادة الصلبة يحصل لها تسخين وتتحول لمادة سائلة تزداد المسافات البينية، تزداد المسافات البينية. وممكن يغير لي الاختيارات ويقول لي تقل قوى التماسك، هي المسافات البينية هتزيد يبقى قوى التماسك مالها؟ هتقل، يبقى قوى التماسك هتقل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي كل من الجزيئات التالية تتكون من عنصرين مختلفين ما عدا، تتكون من عنصرين مختلفين ما عدا. عنصرين مختلفين يعني ايه يا سنة أولى؟ عنصرين مختلفين يعني مركب. يبقى هو بيقول لي ان اللي قدامك دول مركبات ما عدا واحد بس منهم عنصر. مين هما الاختيارات اللي مديها لي؟ نديل الماء والنشادر والأكسجين. مين فيهم بيتكون من عنصرين مختلفين؟ يعني مين فيهم مركب ومين فيهم مش مركب؟ تعالوا نشوف الماء ده، احنا قلنا الماء ده ايه؟ عنصر ولا مركب؟ ده مس الماء ده مركب، تمام، يبقى ما ينفعش. النشادر، النشادر ده بيتكون من اتحاد عنصرين مختلفين، النيتروجين والهيدروجين، يبقى ده مركب ما ينفعش. الاكسجين، الاكسجين ده بيتكون من اتحاد نوع واحد فقط اللي هو الاكسجين، ذرتين اكسجين، يبقى عنصر واحد ما يتكونش من عنصرين مختلفين، يبقى هنختار الاكسجين. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي عدد ذرات جزيء الماء، احنا لسه شارحين الجزء ده بالتفصيل، عدد ذرات جزيء الماء كام؟ ذرة واحدة ولا ذرتين ولا ثلاث ذرات؟ الماء H2O، يبقى اتنين هيدروجين وواحدة اكسجين، يبقوا دول كام؟ يبقوا دول ثلاث ذرات. ناخد بالنا ممكن يغير صيغة السؤال، نقرا السؤال كويس، ممكن يقول لي عدد ذرات اتنين جزيء من الماء، يبقى اضرب التلاتة دي في اتنين تبقى الإجابة ست ذرات، التلات ذرات دول لجزيء مية واحد اللي هو H2 واحدة H2O، تمام؟ ده الجزيء الواحد عدده تلات ذرات. طب لو جزيئين يبقى ست ذرات، تمام، لو تلات جزيئات يبقى تسع ذرات وهكذا. وصلت؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ عملية الانصهار عكس عملية ايه؟ الانصهار دي هل هي عكس التكثف ولا التبخير ولا التجمد؟ طب نراجع الانصهار، قلنا الانصهار هو تحول المادة من الحالة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، من الصلبة إلى السائلة، هو هنا عايز عكسه، يبقى من السائلة إلى الصلبة. أنهي عملية في دول؟ تكثف ولا تبخير ولا تجمد؟ هو تحول المادة من السائلة إلى الصلبة. تمام، التجمد هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، وهو عكس عملية الانصهار. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي جزيئات المادة الواحدة مختلفة عن بعضها في الخواص، صح ولا غلط؟ جزيئات المادة الواحدة تختلف عن بعضها في الخواص، صح ولا غلط؟ احنا قلنا المادة الواحدة، جزيئات المادة الواحدة مختلفة عن بعضها في الخواص، طبعا إجابة خطأ، احنا قلنا المادة الواحدة متشابهة في الخواص، جزيئات المادة الواحدة متشابهة ولكن تختلف من مادة إلى أخرى. يبقى لو سألني جزيئات المواد المختلفة مختلفة في الخواص أقول له صح، لكن هنا بيسألني جزيئات المادة الواحدة مختلفة في الخواص، طبعا خطأ. خلاص. ممكن يسألني إيه تاني؟ يقول لي جزيئات المادة المختلفة متشابهة في الخواص، جزيئات المواد المختلفة، نركز، المواد المختلفة متشابهة في الخواص، تبقى صح ولا خطأ؟ لا طبعا خطأ. يبقى ناخد بالنا من تغيير الكلمات وتغيير صيغة السؤال، نقرأ الأسئلة كويس.
السؤال اللي بعده بيقول لي المركب يتكون من اتحاد ذرات عنصر واحد. عنصر واحد يعني نفس النوع من الذرات أو نفس العناصر. هل المركب بيتكون من نفس نوع من الذرات؟ لا طبعا، خطأ. احنا قلنا المركب يتكون من اتحاد ذرات مختلفة بنسب ثابتة، يبقى ما ينفعش يقول لي اتحاد ذرات عنصر واحد، يبقى خطأ. السؤال اللي بعده يقول لي تتحرك جزيئات المادة الصلبة حركة اهتزازية بسيطة. احنا قلنا المادة الصلبة دي محدودة الحركة جدا، تتحرك حركة اهتزازية في أو حول مواضعها، عشان كده مش بحس بحركتها، يبقى الإجابة صح. السؤال اللي بعده بيقول لي عند غليان الماء، عند غليان الماء نركز، تقل قوى الترابط بين جزيئاته. صح ولا غلط؟ صح أم خطأ؟ لما المية تغلي، أركز السؤال ده فيه جزء تاني مش باين. أما المية تغلي بتتحول لحالة إيه؟ المية دي حالة سائلة، لما بتغلي بتتحول لحالة غازية. طيب الحالة الغازية دي قوة الترابط بتاعتها أقل من قوة الترابط في الحالة السائلة؟ يبقى طبعا صح. تاني، عند غليان الماء تقل قوة الترابط بين جزيئاته، إجابة صحيحة. ليه الإجابة صحيحة؟ عشان لما المية بتغلي بتتحول لحالة غازية، المية اللي هي السائلة لما تغلي تتحول لحالة غازية، وفي الحالة الغازية قوة الترابط تقل جدا وتكاد تكون منعدمة. يبقى الإجابة إيه؟ أتمنى لكم النجاح والتوفيق يا سنة أولى. كانت معاكم الأستاذة رويدة أحمد محمد.